انا بقول الحمد لله على الاداء. يمكن احنا في الشوط الاول كنا كويسين قوي وقدرنا نتقدم، بس الشوط الثاني ريحنا شويه وقدرنا دخل فينا جونين زي ما انت شايف ما يدخلوش، فالحمد لله نعوض في اللي جاي ان شاء الله. هو طبعا احنا ادينا المباراه النهارده بشكل جيد جدا، كنا افضل طول ال 90 دقيقه، ضغطنا في الشوط الاول، كنا متاخرين بهدف ثم استعدلنا ثم كسبنا ثم يعني خدوا 7 8 دقائق مننا في الشوط الثاني، تعادلوا بيها سموحه. احنا خدنا تقريبا 3/4 الشوط الثاني كله، لكن للاسف الشديد كل الفرص اللي جات لنا ضيعناها، وضيعناها بغرابه شديده. كان ممكن جدا ان تكسب النهارده بشكل افضل بشكل احسن وبنتيجه مريحه، لكن ما فيش توفيق. بحمد الله وبقول الحمد لله والشكر لله على كل شيء، وان شاء الله الماتشات اللي جايه يبقى فيه توفيق اكتر ان شاء الله. بعد الهزيمه الثقيله من الجونه، و يعني المكسب ده يرجع ثقتنا للعيبه ان شاء الله باذن الله نكمل بقى على كده. الامطار الاخيره صعبه، الماتشات الاخيره صعبه، في منافسه شرسه جدا، مقاولين، سموحه، اهلي، الاتحاد السكندري، خلاص احنا في كل فرقه من عندنا اصلها 6 7 ماتشات، فالمنافسه شرسه جدا. الماتش احداثه غريبه طبعا، تبقى كسبان وفي دقيقه واحده في الوقت الضايع في الشوط الثاني، الشوط الاولاني بيجي فيك هدفين. فالحمد لله قدرت اكلم اللعيبه اللي احنا نبقى واقفين كويس على رجلينا، ما نتسربعش يعني. جينا جونين عدم تركيز. والله الحمد لله، يعني بنلعب قدام فرقه كبيره ولاعيبه كبيره وخبرات جامده جدا، الحمد لله اللعيبه كانت مركزه النهارده. الماتش راح مننا الشوط الاول، بس الحمد لله قدرنا نعوض الشوط الثاني، ويعني كان مكسب مهم النهارده لينا. كنا مركزين الاسبوع اللي فات كله بعد هزيمه الجونه، كنا مركزين ان الـ3 نقط دول هيعلونا، خلينا نفرق شويه عن اللي تحتينا، والحمد لله.